لو بتفكر في زيادة مشاهدات الفيديوهات القصيرة، فهقول لحضرتك مجموعة من النصايح اللي لو حضرتك اشتغلت عليها هتبدأ تطور من قناتك بنسبة 100%. ولازم تفهم ان الفيديوهات القصيرة مختلفة اطلاقا عن الفيديوهات الطويلة اللي مدتها اكتر من دقيقة، لان الاختلاف هنا في مصادر الزيارات. هنا الفيديو بيظهر في الخلاصة، هناك بيكون المشاهد هو بنفسه اللي بيبدأ يختار الفيديو. علشان كده لازم تفهم ان في معايير منها رينك قناتك، واول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهنبدأ نوضحها بالتفصيل هي الصورة المصغرة للفيديوهات القصيرة. انا بنفسي جربت اكتر من طريقة ان انا انشر بيها فيديوهات قصيرة، وبصراحة ما لقيتش احسن من ان انا احط صورة للفيديوهات القصيرة وابدأ اركز عليها. وعلى فكرة الصورة دي مش موجودة داخل الفيديو، يعني بص مش موجودة داخل الفيديو، علشان مش يقول لحضرتك انا بختارها من جوه الفيديو، لا انا حاطط صورة مصغرة، ولو عايزين الطريقة اشرحها لكم، لان مش هتلاقي الصورة جوه الفيديو، لا دي طريقة مبتكرة الحمد لله احنا قدرنا نكتشفها وهنشرحها لكم لو عايزين. يعني اول حاجة تعملها لازم تتعلم تعمل صورة مصغرة للفيديوهات القصيرة. مش بس كده، انت اطلاقا ما ينفعش ترفع الفيديو القصير من الكمبيوتر، لازم ترفعه من الموبايل. هقولك بقى مجموعة من النصايح اللي جوه الفيديو القصير اللي من خلالها هتبدأ تنجح فيديوهاتك القصيرة. رقم واحد، حضرتك لازم تبدأ الفيديو القصير بقوة، انك تنتبه وتشد انتباه المشاهد الى اكبر حاجة ممكنة وتثير اهتمامه علشان يكمل الفيديو، سواء بصدمة او تحذير او ترفيه، حاجة مضحكة انت عملتها. المهم ان المشاهد يبدأ يعرف ان الفيديو ده هيقدم له الحاجة اللي هو عايزها. فالبداية قوية، اول 3-4-5 ثواني مهمين جدا. رقم 2، مدة الفيديو قصير. ناس كتير جدا من حضراتكم لما بيجي يعملوا فيديوهات قصيرة بيعملوها دقيقة، لا مش دقيقة، ممكن 8 ثواني، 12 ثانية، 15 ثانية، على قد الهوك اللي انت هتحطه، على قد جذب الانتباه، علشان لما تربط بين الفيديو القصير والفيديو الطويل تكون حضرتك استفدت اكتر استفادة من الفيديوهات القصيرة. فحضرتك ما تعمليش فيديو الفيديو القصير يكون دقيقة كاملة فيه كل المعلومات، طب انا هدخل اتفرج على الفيديو الطويل ليه؟ يبقى من اهم حاجة ان انا اركز على مدة الفيديو اللي هتجيب لي مشاهد على الفيديوهات الطويلة. رقم 3، احرص بشكل مستمر ان مش لازم الجودة ومش لازم ان حضرتك تقدم احسن صوت، بس لازم الموسيقى ولازم المؤثرات البصرية والسمعية والمونتاج القوي. يعني بدل جودة الصوت وجودة الفيديو بجودة المونتاج، وجودة المونتاج هي اللي هتخلي فيه جودة للفيديو حتى لو مش عندك افضل اضاءة وافضل كاميرا وافضل مايك. فحضرتك اعتمد على الفيديوهات القصيرة في المونتاج، المؤثرات، شك 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 المؤثرات، المؤثرات الصوتية، النصوص اللي على ايه؟ على الفيديوهات القصيرة اللي بتتكتب تحت دي، النصوص، ايوه دي مهمة جدا بالكاب كات وشرحناها قبل كده، ولو عايزين نشرحها هنشرحها لكم، لو عايزين نشرح لكم ازاي بنعمل فيديوهات قصيرة بالمونتاج نشرح لكم، اكتب لي في الكومنتات. فحضرتك لازم تركز على النقطة دي، ان حضرتك تبدأ تتكلم في الفيديوهات القصيرة على اهم وافضل المواضيع اللي عندك اللي بتبحث عنها، علشان لما تبدأ تضيف عنوان صغير تبدأ تظهر في محركات البحث، لما تضيف وصف تبدأ تظهر في محركات البحث ومقترح. يبقى مدى اهمية السيو للفيديوهات القصيرة الفترة اللي جاية مهم جدا. يبقى انا مركزش بس على ان انا اعمل جودة واعمل حاجات فريدة، لا ما هو حاجات فريدة معاها برضو ان انا يعني هي عوامل مش عامل واحد، يعني مش هقول لحضرتك خد يا فندم ده هيجيب لك مشاهدات، لا ده اكتر من عامل، ان انا اتكلم على الترند اللي بيحصل فترة انخفاض المشاهدات ابدأ اتكلم عليها، وانا بتكلم على الترند لازم اكون ضايف المؤثرات والموسيقى، وانا عامل كده لازم اكون ضايف المدة المحددة علشان تجاهل الفيديو، لان لو تجاهل عدد كبير جدا انه يكمل الفيديو كده بتدي انطباع على اليوتيوب ان مفيش تفاعل على الفيديو ده. مش بس كده، يا رباه على مدى اهمية التعليقات واللايكات. عايز نصيحتي، اول ما تنزل الفيديو القصير ابدأ ابعته لخمسة او عشرة من صحابك،
واجبرهم ان هم يعملوا كومنتات، والكومنتات دي تكون تفاعليه، واجبرهم ان هم يعملوا لايكات ويتابعوا الفيديو للنهايه. الفيديو القصير ده هيجيب له 1000 2000 مشاهده وانت مغمض عينيك، واكتب عناوين للفيديو بتاعك، وكل مره اعمل كده وفيديوهاتك هتجيب مشاهدات. بس اعمل مونتاج قوي، شد الناس، هوك بصوره مصغره كويسه، هوك كلام اول زي الفل، ضيف ترجمه، ظبط نفسك وظبط فيديوهاتك قصيره. اما انت شغال على فيديوهاتك قصيره لمجرد ان فيديوهات قصيره وخلاص، لا، لازم تتفاعل وكمان ريمكساتك وتشتغل اكتر. واهم ما يؤهل الفيديوهات القصيره للانتشار هو رينك قناتك. هل قناتك دي التفاعل عليها فيديوهات قصيره فقط ولا فيديوهات طويله وقصيره؟ لو قصيره فقط انت مجرد بتنزل فيديو قصير هيبدا ينتشر، لكن لو انت فيديوهات قصيره وفيديوهات طويله حاول على قد ما تقدر تربط بين الاثنين، سواء بريمكساتك او بفيديوهات ذات صله. فعايزك تبقى ذكي جدا وانت شغال على الفيديوهات القصيره علشان تكسب بشكل مستمر، علشان تجيب 5000 مشاهده. ولما تيجي تبص على احصائياتك وتدخل على الاحصائيات بشكل عام كده وتجري جري وتشوف المحتوى بتاعك بشكل عام، وتبدا تشوف هل فيديوهاتك اللي انت بتنزلها كفيديوهات قصيره ساعدت فيديوهاتك العاديه على الازدهار، ودي هتشوفها من الفيديوهات بتاعتك فيديوهات، وتبدا تشوف من مرات ظهورك كده وتعمل عرض المزيد، وتبدا تشوف فيديوهات ذات صله. اوه 3400 مشاهدة بمتوسط مدة دقيقتين، معنى كده ان انا بساعد فيديوهات الطويلة على الازدهار وزادة في المشاهدات. يبقى حضرتك ما تفكرش لمجرد انك تنزل فيديوهات قصيرة وخلاص، لا، لازم تنزل فيديوهات قصيرة. الفيديوهات القصيرة دي لما تيجي تفتحها وتتفرج عليها تكون مرتبطة بشكل ما بفيديو زي مدة طويلة. يعني خلينا نيجي مع بعض على الفيديو ده كده اهو، ماشي، ونبحث عنه امبارح. الفيديو ده نبحث عنه، نيجي على المحتوى كده ونبحث عن الفيديو ده في المحتوى، ونبدا نشوف هل الفيديو ده بعد لما عملنا الفيديو القصير جاب مشاهدات. اهو بص، فيديوهات ذات صله اهو، بص، وادى الى زياده في ميزات التصفح. يعني ساعد الفيديو كامل الازدهار، سواء ميزات تصفح او فيديوهات ذات صله. يعني الفيديو بعد لما كان ميت ما بيجيبش مشاهدات، لا، انطلق وبدا يجيب بحث يوتيوب، بدا يجيب ميزات تصفح. يبقى انا بعمل الفيديو القصير مش لمجرد ان انا بعمل فيديو قصير، لا، انا بعمل فيديو قصير للربط بين الفيديو الطويل والفيديو القصير علشان يجي لي مشاهدات وابقى بشكل مستمر. طب خد بال حضرتك، طب انا الفيديو القصير ده واحده فكره عندي بيضرب مره واحده وينزل، ده طبيعي. انك تحافظ بقى على الريتم ده بيكون مختلف ازاي، هتفهم دلوقتي لما نيجي نبص على الفيديو ده، ماشي، اهو حد الفيديو ده، ولما نبدا نبص على الفيديو ده، ماشي، تعالى معايا كده، معايا بالراحه كده. الفيديو ده ليه الفيديوهات دي جايبه مشاهدات بشكل مستمر؟ يعني دي جايب مشاهدات بص احصائيات كده، جايبه مشاهدات بشكل مستمر. طب ليه الفيديو ده برضو لو جينا بصينا جايب مشاهدات برضو بشكل مستمر؟ ليه الفيديوهات دي؟ لان الفيديوهات دي عليها تفاعل من الجمهور، بلس ان الفيديوهات دي في بعض الاحيان بتكون بحثيه ومقترحه مع اهتمام بالاس اي او والعناوين والكلمات المفتاحيه والوصف. يبقى حضرتك لازم تعرف ان الفيديوهات القصيرة مش مجرد انشاء قد ما هو لعبة بالدماغ. دي اسهل طريقة تبدأ من خلالها انك تزود مشاهدتك، وده اللي حصل في قناة المتوحد فكرة. يعني دي انا بقول لحضرتك ملخص اللي جربته في قناة المتوحد فكرة، ادى الى ازدهار الفيديوهات القصيرة، سواء لايكات وتفاعل، سواء مشتركين، سواء ظهور في الخلاصه، سواء مشاهدات، سواء ربط بين الفيديو القصير والفيديو الطويل، مشاهدات على الفيديوهات الطويله زي ما حضرتك شفت. شغل دماغك دي، شغلها. شكرا للجميع.